كافيين معكم عالم الصباح ورشة ملح. أحبائي صباح الخير من جديد لتاني فقرة اليوم مع الشيف شادي، ومعنا هالخمس دقايق السريعين جدا. ومثل ما شفتوا كمان صار عندنا التوست مع السلامة والبيض صاروا جاهزين. طيب أول صينية لكان لهيدي أنا حطيت فيها بعدين الكريم المخلوط مع البيض، خلينا نحطها هون بطريقة جميلة وهلا بنرجع كمان نشرح عنهم. أما الصينية الثانية نفس الشيء مع جبنة كمان التشيدر بس من دون ما نحط لها كريم. كيف عملنا هالوصفة اللي ما كان معنا قبل صار معنا هلا؟ جبت انا شوي صغيرة من زيت الزيتون حطيتهم بالصينية، حطينا عليهم كمان شرائح من خبز الفرنسي او خبز التوست الطري او البان دومي مثل ما بدكم سمون، القياس تبعهم هو القياس الوسط، فيكم تجيبوا الكبير ام الصغير مثل ما بدكم. صفيناهم حطينا فوقهم سلامي، سلامي اي نوع من السلامي، وكما قلت كمان قبل اي نوع من اللحومات دواجن دجاج سمك مهم يكون مطبوخ او مقدد او مدخن مثل ما بدكم، يعني مطبوخ حتى اذا كان شغله باقيه عنا، خضره اللي بدكم اياه. حطينا كمان طبقه ثانيه من التوست وفوقهم كلهم سوا خلطنا من البيض مع الملح والفلفل وصبيناهم عليهم من فوق وحطيناهم بالفرن، كما انه داخل البيض كمان فينا ندخل اطعمه ثانيه وكمان مطيبات واعشاب مختلفه. اوكي يا شيف شادي هلا هذيك خليناها لوحدها هون تقدم بهالطريقه، فينا نقصهم هيك طلعوا كيف من دون اي مشكله. واو بيتعقد هيدي الشغله، طلعوا كمان التوست كيف وصار عندنا اياها جاهزه. يا سلام يا شيف شادي هلا وصار عندنا التوست بيعقد. هلا بتقولوا انتوا نحن فينا نعمل هالطريقه كمان نفسها على الجريل؟ ما فينا. ليش ما فينا؟ لانه البيض فينا نفقشه على الجريل اوكي ونرجع نحطه بالنص بطا يطلع شربين التوست بهالطريقه، لازم نحطهم بالفرن والا على الجريل بتحترق معنا الخبزه وبتحترق معنا البيض، يعني شغله كمان ممكن تكون صعبه. بالمرور من هنا عندي اصلا هذا الاسبوع لانه مننهي الفقرة على الساعة 12:30 في عنا كمان المحكمة الدولية، ولأنه وقتي بيكون قصير فعم نعمل أفكار كيف فينا نحضر إشياء من قبل حتى بس بدنا ناكلها تاخد معنا وقت تحضير أقل، يعني مثل طبخ الرز قبل، مثل طبخ الباستا قبل، مثل ما شفتوا كمان امبارح البرغل طبخني قبل. كمان أنا اليوم عندي طبختين، رح أعمل الريزوتو اليوم مع الهليون ورح نحط فيه كمان جبنة التشيدر بقلبه، الهليون اللي هو الأسبرج الأخضر، وفي كمان الأسبرج الأبيض بس ما استعملناه اليوم أو ما رح نستعمله اليوم، وعندي رز البسمتي لوحده كيف فينا نعمله كمان مع الهليون، فكرتين حلوين. أما الفكرة كمان الرابعة أو الثالثة اللي بدكم إياها هي كيف فينا نعمل نحن كريات اللحمة على الطريقة السويدية. رح أعمل هلأ أنا المرحلة الأولى وبس ترجعوا لعندي على حوالي الساعة 12:07 المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كل 3/4 الكوب من الخبز المطحون بده 1/4 كوب من الحليب السائل. برافو يا شيف شادي، حركناه هنا عملنا مثل جبلة مثل عجينة، طلعوا شو عم بيصير. بترك الخبز يشرب مزبوط الحليب بس ترجعوا لعند الشيف شادي مثل ما قلت قبل على الساعة 12:07 بشدد رح نخلطهم مع اللحمة ونعمل كريات اللحمة. بانتظار هلأ لأنه أنا بتروق، أما حضرتك وين رايحة؟ أنت وين رايحة؟ أنا على الترويق، أنت وين؟ مش رايحة محل، مش رايحة محل، ناطرتك. نرجع لعندك رولا يلا. ثانك يو لك شيف، رح نعمل جولة سريعة صالة العرض بالسينما ونشوف آخر الأفلام. I'm sorry. What's your name? Andrew Neyman, sir. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم المنتظر ويبلاش مع موسم الأوسكار، فيلم انعمل بميزانية منخفضة وفاز بثلاث جوائز من أصل 5 ومنهم جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي لجي كي سيمونز بدور الأستاذ القاسي اللي بمرن عازف درامز شاب وطموحاته كبيرة مع مايلز تيلر. والثريلر ايفرلي عن سيده بتواجه قتله ارسلهم رئيس العصابه اللي كانت تربطها علاقه فيه وهي مسجونه داخل بيتها مع سلمى حايك.
كافيين معكم اكيد عالم صباح، ووصلنا لفقره فيا لاين، خليكم معنا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. نشكر. بدنا كمان نرحب بسراج. سراج اهلا وسهلا فيك. حضرتك هلا من جديد صرت انضميت كمان لعائله فيا لاين، و بدنا نعرف يعني اكيد نفسية بتكون قد ايه مرتاحة؟ فرقت ولا بعد؟ هلا على الضعف تفرق نفسية طبعا. اكيد طبعا. استاذ جمال بدنا نعرف هو ايمتى انضم لكم وتجربته، ليه حب يجي لعندكم وشو عباله ياخذ من فيا لاين؟ هلا بتعرفي سراج عنده وزن عالي، له اسبوعين معنا، هذا الاسبوع الثاني على التوالي. له اسبوعين معنا عنده وزن عالي، بلش معنا 121 فاصل شيء، ما بتحافظ بالضبط، فاصل 3 يمكن بلش معنا على الهواء، اكيد عنده وزن زايد، وزن كثير عالي. طبعا بلشنا شفناه بالاسبوع اللي بلش معنا ترواجور اكسبريس، عملنا له ديتوكس للجسم عنده لثلاث ايام، ورجعنا بلشنا فورا ناخذ له ياخذ الفيا لاين. اوكي تمام. اكيد هول المنتجين هن صناعة فرنسوية، واحد من أهم المنتجات الموجودين بالأسواق اليوم الموجودين عنا، وهولي طبعا شغلتهم تدريجيا نحضر، بلشنا حضرنا الجسم بالديتوكس بالترواجور اكسبريس، نزلناه هذا بيعمل 2 كيلو بثلاث أيام، بنظف الجسم وانطلقنا بأنه نعطيه الفيا لاين، لأنه هو شخص ايموشنال ايترز، بياكل بشكل بيتوتر بياكل بيتوتر بياكل، لذلك وصل كيف يعني ما أنه تحس حالك كثير غلط لأنه كلنا هيك أكيد طبعا طبعا. فهلا الحمد لله اليوم يعني الجمعة الماضية فرق معنا منيح، وهذه الجمعة كمان رح نشوفه نتابع على الهواء. طيب خلينا سوا نشوف ريبورتاج عن سراج، نشوف بيفور اند افتر ونرجع لكم اكيد. تفضل على الميزان لنشوف. يلا رح نبلش ترواجور اكسبريس يلي هو بيشتغل على حرق الدهون على كمان قطع الشهيه. هلا 121.3 بالنسبة لنسبة الدهن طلعت أكيد عالية 33% يلي هي لازم تكون ماكسيموم 20%. أوكي. بالكيلو عنا 40 كيلو فات ماس هولي دهن. كم كيلو مفروض ينزل؟ 23 كيلو تيصير على 98، بس هيدا منه البرفكت، بس هيدا الوزن الصحي اللي هو بيكون ما عنا ريسك على صحتنا. هلا كمان حابة كمان اليوم أخذ مزور كمان لمحيط الخصر بسنتيمترات قد ايه. هلا أكيد عم بنحافظوا على الهواء يعني 121.3 وزنه صحيح وزنه، وهلا بناخذ ريس الخصر. ريس الخصر هي 130 سنتيمتر طلعت. اوكي اوكي طلعنا على الميزان. هلا رجعنا من بعد اسبوع من بدايه المشوار، خلينا نشوف وين صار اليوم الوزن. 116 فاصلة بس تيثبت شوي الوزن فاصلة 6. اوكي اوكي يعني عم نحكي ب 4 كيلو ونص هول باسبوع. اوكي اوكي خلينا نقارن هلا. اذا بنشوف الريزلت اللي قبل كان نحن كنا 121.3 الوزن، اليوم 116.6. هلا بناخذ كمان قياس الخصر حتى انه في اشخاص بينزلوا كمان بالمزور ما بيكونوا كثير نازلين بالكيلو لانه بيكون عم يعملوا سبور العضل عندنا بيطلع هيك حتى نكون اكيدين قد ايه عم ننزل بالسنتيمتر بالسنتيمتر، وخاصه الترواجور على طول بنقول انه بينزل 4 سنتيمتر. يعني عم نشوف هيدي على القد 124 سنتيمتر ولا ينزل 6 سنتي يعني من ال اوكي 6 سنتي هيدي يعني باسبوع. فإذا شفنا فرق كتير كبير، بلشنا ب 121 اي اكيد يعني خلال اسبوع واحد عم نحكي. كان عندنا 121 صرنا هلا 116، واليوم بدنا نشوف اذا بعد كمان مكمل وجسمك عم يتفاعل مع فيا لاين وقد ايه وصل الوزن. مبسوط لهلا بالنتيجه؟ اكيد مبسوط يعني اكيد يعني. بس على فكره انه بلشت 121 بس انا اذا بتطلع فيك ما بحس انه ما بيعطي وزنه 121. عنده طول اسم الله. يمكن لأن عنده طول عنده عضل. عنده طول أكيد، فهلا بيرجع بيفرق عليك دغري بس بلش ينزل الوزن. هيتغير الشكل. هيتغير الشكل، الشكل والنفسية وكله. منشوف وين صرنا؟ يلا. يلا. هاي غنى. هاي. كيفك؟ إذا بدنا نشوف الوزن اليوم. من أسبوعين كنا 121.3 وهلا بدنا نشوف قد صار الوزن، كان أوكي. نزل 116.6 وهلا بعد أسبوع قد فرقت معنا. أوكي. اليوم نحن 113.8 اوكي يعني نازلين تقريبا 2 كيلو ونص. بندخل اكيد بقيه المعلومات كلها. هو عمره 26، الطول 177 سنتيمتر،
تصور نازلين 3 كيلو 3 كيلو 116.6 ل 113.8 يعني 200 جرام يعني 3 كيلو تقريبا كثير منيح. فإذا عم نفوت الطول وعم نفوت العمر فينا ننزل. اوكي اوكي هلا اكيد على طول نحن بنشدد انه بهمنا تفاصيل نحن شو نازلين، نكون نازلين دهون، نازلين بطريقة صحية. عم يطلع عنا الريزلتا. اوكي فإذا رح نعمل كومباريزون بين الريزلتا اللي أول شيء بلشنا فيه من أسبوعين من 15 يوم وبين الريزلتا اليوم. إذا كنا 121.3 هيدي ب 12 فيفريي، اليوم نحن 26 فيفريي إذا بنشوف الدات، نحن 113.8 بالنسبة لنسبة الدهن كانت كثير عالية 33% تقريبا، اليوم نحن 30%. بالنسبة للدهون كان عندنا 40 كيلو دهون، اليوم تقريبا 35، يعني نحن نازلين نسبة منيحة كلها دهون. بالنسبة لنسبة الحرق بعدها ذات الشيء، يعني نحن ما خسرنا عضل. بالنسبة لنسبة المي كمان كانت 48%، اليوم 49%، طبيعي بدها تعلى شوي لأنه نسبة الدهون كانت كثير عالية، فلما ننزل دهون عم نعلى نحن نسبة مي. البي ام اي اللي هو بادي ماس اندكس اللي بدلنا نحن وين بمرحلة الاوبيزيتي كان عندي 38.7، اليوم 36.3، يعني اكيد في نزول بكل شيء. نسبة البدانة ديجري اوف اوبيزيتي كانت 76.1، اليوم 65.2، يعني نتيجة جدا ممتازة انه عم نخسر دهون وبطريقة كثير صحية. صح اكثر شيء على منطقة البطن كمان نازلة، وعلى طول نحن عم نحب انه ناخذ مزيور تنشوف بسنتيمترات قد نحن عم ننزل. كثير مهم انه نعرف قديش خسرنا بمنطقة الخصر. صح هو كان خسره 130 سنتيمتر. اوكي الاسبوع الماضي كان 124 وراح نشوف هذا الاسبوع بنشوف اليوم كمان قد ايه صرنا. اوكي مهمة هي طبعا. اوكي 121 سنتيمتر 121 سنتيمتر يعني عملت 3 سنتيمتر باسبوع وصرنا نازلين 9 سنتيمتر كتوتال. شو حلو. اوكي وهو النصاحة عنده اكثر شيء على منطقه البطن، يعني مثل ما شايفين كنا بلشنا معه ترواجور اكسبرس اللي هو بيساعدنا انه نعمل هو اهم انه الواحد يبلش بالترواجور اكسبرس. كثير قوي الترواجور اكسبرس كبرودوي يعني هلا يعني هو مهم يبلش يعملهم اثنيناتهم طبعا ولا مهم يبلش فيه لانه كل جسم نحن بحاجه انه يعمل ديتوكسيفيكاسيون. ابدا الديتوكس شغله كثير قويه وكثير مهمه. هلا بنحكي عنه ساينتيفيكمون، بركي الغنى بتشرح لنا كل حبه شو مستلزماتها، الديتوكس الجو اللي بقلبه شو بيعمل، شو اهميته، لازم كيف لازم ناخده، وبهالثلاث ايام قديش فينا نخسر وزن. كل ست عندها اي مناسبه اجتماعيه كثير بيجونا، جمعه الجاي عرسها خطبتها كذا، حابه تضعف بدها تلبس فستانه، الجسم عامل بلوك في 2 كيلو ما عم بيروحوا لازم نشيلهم. بتعرفي في كثير اشخاص بيوصلوا لوزن معين ما بيعودوا ينزلوا. مهم صح. جدا انه نحن نعمل هذا الديتوكس للجسم ليرجع الجسم ياخذ النشاط عن جديد وينطلق. كثير امن، كثير طبيعي، ما في اي مواد كيميائيه بقلبه، طبعا مرخص ومسجل بلبنان، يعني منه مسجل بامريكا بفرنسا وبعده دول عربيه، ومن اسبوع تم تسجيله بالامارات العربيه المتحده، يعني حل. عم ناخذ برودوي مثل كل البرودويات اللي عندنا، بينباع بكل الصيدليات، كل مستودعات الادويه، ونحن ان شاء الله اكيد فاتحين استشاره مجانيه عندنا بالمركز. وهلا الاسبوع الجاي 3/4 المركز تبعنا الجديد بساحه الشهداء للي بحب يتفضل. ميرسي اكيد ان شاء الله بتشوفوا على وجه الخير. خلينا ننتقل لعند غنى لنشوف تفاصيل اكثر عن الفيا لاين وشو موجود ترواجور. تفضلي رح نحكي ترواجور اكسبرس حتى ترواجور اكسبرس. بالنسبه لترواجور قلنا هو بروجرام ديتوكس، هو كثير حلو لانه شامل متكامل بقلبه الحبوب اللي هن مقسمين على الترويقه على الغداء على العشاء، وعم نشوف في عنا الوان، في عنا اللون الزهري اللي هو على الترويقه حبتين، اللون البني اللي هو على الغداء كمان حبتين، واللون الابيض. هلا كل حبتين دخلهم مكونات شكل وبيشتغلوا على شيء معين. حبتين اللون الزهري دخلهم جوارانا اللي هن فات بيرنر بيحرقوا الدهون، ودخلهم الفيتامين سي حتى يضل في عنا نشاط وقوه. بالنسبه للحبتين اللون البني دخلهم فايبرز، دخلهم الياف اللي هن بينفخوا بالمعده بيساعدونا على انه نحس بالشبع اكثر، بقلبهم البكتين، بقلبهم الارتيشوكي، بقلبهم كمان طحالب بحريه اللي هي سبيرولين بتساعدنا على انه نعوض البروتينز اللي ممكن نخسره بالدايت. بالنسبه للحبتين اللون الابيض داخلهم الجرين تي الشاي الاخضر والكارنيتين يلي بيساعدنا اكثر على انه نقدر نحرك العضله ونحرق دهون اكثر، وهيك بنصير نحن بيعلى الميتابوليزم عنا. بالنسبه للسرشيات كمان ديتوكس داخلهم كمان جوارانا، داخلهم الشومر، القريس يلي هن بيروحوا النفخه بالمعده وبصير في عنا بطن احسن ممسوح، لانه بنحكي كتر
سنتيمتر بنخسرهم. بالنسبة للدايت، الدايت كمان هين كتير وهو دايت ديتوكس، بس لما نحكي دايت ديتوكس يعني نحن عم ناكل خضرة، عم ناكل فواكه، ما في عنا زيوت أبدا ولا دهون ولا سكريات. على الترويقة فينا ناكل فواكه قد ما بدنا، في عنا خبزة سمراء كمان على الترويقة، على الطهر في عنا كاسة سيريال فيها تكون كورن فليكس، شوفان، قمح كامل، برغل، حتى فينا ناكل كاسة برغل. وفي عنا خضرة، الخضرة بتكون يا مسلوقة يا انه على البخار يا انه سوتي قد ما بدنا، ما في كونتيتي معينة. حبة فواكه بعد الظهر، وعشية في عنا صدر دجاج مشوي، او فينا نستبدله بقطعة فيليه سمك، او فينا ناخذ بيضتين مسلوقين مع شوربة خضرة حدهم، اكيد بدون بطاطا لانه البطاطا تعتبر نشويات. عم نركز انه ناخذ نشويات بطيئة غنية بالالياف حتى نقدر اكثر شيء نخسر نحن دهون، وعم ناخذ بروتينز حتى نضلنا محافظين على عضلنا اكثر. يعني بثلاث ايام بنكون عم نخسر 2 كيلو، بنكون عم نخسر 4 سنتيمتر، وبكون في عنا صحة اكثر وباور اكثر وانرجي اكثر ونسبة الحرق بتعلى عنا اكثر. هلا بما انه عم ياكلوا اكل صحي كمان ما كله بفيد وبيترافق معه هيدا بال تراجور اكسبرس، فاكيد بيلاقوا نتيجه. انا بدي اتشكركم، اتشكر حضوركم، جود لك كمان على تجربتك، وان شاء الله بتوصل. قد ايه بدك توصل لاي وزن؟ انا مش حاطط رقم، انا اعطوني تارجت ال 95 بس انا بتوصل 85. اوكي مش غلط، انا مع شوية سبورت تمام. ما تنسى تشرب مي. على كل حال يعطيكم العافيه، ثانك يو لوجودكم معنا. راح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع الشيف شادي.